خلال شهر رمضان المبارك بيعمل مشروع الملك عبد الله لسقية زمزم على توفير قناني مي زمزم بمناطق مختلفة بالمملكة خلال خط إنتاج بيتجاوز 200,000 قنينة مي كل يوم، وبحيث تتجاوز هاي الأعداد لشهر رمضان 5,500,000 قنينة. جغرافيا بيقع بئر زمزم بالحرم الملكي على بعد 20 متر من الكعبة المشرفة، وبيضخ هالبئر 18 لتر مي بالثانية الوحدة، وبيبلغ عمقه 30 متر. نزل فريق من العلماء لبئر زمزم لتحديد منابع المي، بس البوصلة تعطلت وما عاد اشتغلت وما قدروا يحددوا اتجاهات المنابع. لهالسبب استخدموا كاميرات فيديو حتى يعرفوا شو السبب انه البوصلة ما عم تشتغل. فكانت المفاجأة انه شافوا اشياء كتيرة داخل البئر، من بيناتها صحون واواني نادرة وعملات، بس ما قدروا يحددوا تاريخ هاي العملات. بالاضافة كان موجود جوات البئر قطع من الرخام، بس بالاخير شافوا البئر عمودي ونهايته مايل باتجاه الكعبة. والشي الغريب انه بعد نزول الغطاسين للبئر وبعد ما حصلوا على بعض من العينات من مي زمزم للتحليل يلي بتجي من اتجاه الكعبة، تبين انه هاي العينة ما فيها اي نوع من الميكروبات الموجودة بالمي العادية. لهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الاعجاب. بشوفكم حلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.